من قناة الجزائر الدولية، أرحب بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامج الجزائر تنتخب للحديث على الصمت الانتخابي وضرورة التمسك بالضوابط القانونية رفقة ضيوف العدد بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في برنامج الجزائر تنتخب للحديث على دخول الجزائر في مرحلة الصمت الانتخابي بداية من اليوم إلى غاية 7 سبتمبر يوم الاقتراع يوم السبت، والحديث أيضا حول تواصل عملية الاقتراع بالنسبة للجالية وبداية أيضا الاقتراع بالنسبة للبدو والرحال هنا بالجزائر في المناطق النائية ضمن المكاتب المتنقلة. ولإثراء نقاش أسعد باستضافة كل من الدكتور منير قتال أستاذ القانون ومحلل قناة الجزائر الدولية، أهلا بك. مساء الخير، تحية طيبة أستاذة، تحية طيبة للزبالة ولكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية. شكرا. وأيضا دكتور إدريس ربوح رئيس تنسيقية جمعيات الجزائريين عبر العالم، أهلا بك. أهلا وسهلا بكم كل مشاهدي قناة 2024 خارج الوطن وداخله. شكرا. وأيضا أرحب بالأستاذ الدكتور فارس هباش أكاديمي ومحلل قناة الجزائر الدولية، أهلا بك. مساء النور وتحية عطيرة لك أستاذة زهور ولضيفيك الكريمين ولكافة السادة المشاهدين الكرام. إذن بداية وبعد 20 يوم من التنافس السياسي بين المترشحين، دخلت الجزائر بداية من اليوم على مدار 3 أيام في مرحلة الصمت الانتخابي، وهي نقول مرحلة تكون فيها الفرصة للناخب الجزائري من أجل ترتيب أفكاره وأوراقه من أجل الاستعداد ليوم السبت 7 سبتمبر. تفضل دكتور منير قتال. وكذلك بعد مرور الحملة الانتخابية النزيهة والشفافة التي تستجيب لكل المسائل القانونية والتنظيمية المنصوص عليها دستور وقانون، لا سيما في قانون العضو المتعلق بنظام الانتخابات، هي اليوم الجزائر تدخل مرحلة إجرائية قانونية تحرص عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تحرص عليها كل الحرص من أجل الشفافية التامة والنزاهة والحياد في ظل مبدأ سلطان القانون وفي ظل التزام الإدارة بالقانون والتزام السادة المواطنين والمترشحين وممثليهم والسياسيين والإعلاميين، كل يلتزم بالقانون من أجل ضبط أداء العملية الانتخابية ومن أجل كذلك تنظيم المشهد السياسي في الجزائر من خلال هذه الانتخابات التي تحكمها الإرادة الشعبية القوية من أجل التعبير عن آرائهم والتعبير بقوة من خلال صندوق الاقتراع. هذه المرحلة كمرحلة تمهيدية بدءا لعملية الاقتراع الانتخابات الرئاسية يوم السبت المقبل إن شاء الله. الآن مرحلة جديدة تسمى بمرحلة الصمت الاقتراعي أو مرحلة الصمت الانتخابي، وكما يقول فقها في القانون المقارن هي مرحلة التفكير الحر. بمعنى ماذا حتى يكون السادة المشاهدين معنا في الصورة؟ ماذا يقصد بهذه المرحلة قانونا؟ ألا وهي في المفهوم القانون العام يقصد به بأنه يتم توقيف وتعليق كل الأنشطة ذات العلاقة بالحملة الانتخابية مباشرة، سواء بالنسبة للمترشحين، المواطنين، السياسيين، الإعلاميين، من أجل عدم كذلك يعني تحريض المواطن وتحريض الناخب على مباشرة على بعض البرامج أو على كل التصرفات المسيئة للحملة الانتخابية. هذا من جهة. من جهة أخرى قد نص قانون العضو المتعلق بالانتخابات من خلال أحكام المادتين 73 الذي أكد فيه المشرع على المدة القانونية، وهذه المادة جاءت بصيغة الجمع بمعنى أن كل الأمور المسائل التي تكون خارج الحملة فهي مسائل غير قانونية وتوصف بغير المشروعية، في حين المادة 81 قد أكدت من ذات القانون على أنه يمنع منعا باتا نشر بحث آراء واطلاع على نوايا الناخبين قبل الاقتراع بثلاث أيام من تاريخ الاقتراع داخل الوطن وخمسة أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج. هذه الإجراءات التي حرص عليها المشرع لماذا؟ لتحقيق المصلحة العليا للدولة والمصلحة الخاصة للمواطنين. هذا من جهة. من جهة أخرى أن القانون قد فصل في هذه المسائل التنظيمية والمسائل الدقيقة جدا على أساس فكرة النزاهة والشفافية والحياد والمصداقية، خاصة نحن الآن قد أعاد الثقة للهيئة الناخبة بقوة، وبالتالي حتى أن قانون العقوبات الجديد قد نص في محتواه وفي مضامينه
فيما يتعلق بالباب المتعلق بمحاولة عرقلة العمل الانتخابي أو محاولة يعني عرقلة المشهد السياسي، فالقانون بالنسبة للمترشحين الذي يعاقب بالحبس من 10 أيام إلى شهرين كل من يعني صدر عنه تصرف مسيء، لأن هذا الواجب هو واجب قبل أن يكون كقانوني ودستوري، فهو واجب أخلاقي هذا الواجب. طيب قبل الحديث على في حال وجود مخالفات، نتحدث بداية للتعريف أكثر حول مرحلة الصمت الانتخابي، ما الذي يتوجب يعني ما بين الممنوع والمسموح من خلال الممارسة؟ تفضل دكتور ربوح. إذا قد أسهب الأستاذ قانونيا عن مرحلة الصمت الانتخابي والصمت الاقتراعي، وهي الفترة التي تفصل بين نهاية الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع. يوم الاقتراع إذا هذه الفترة تكون فيها مرحلة هدوء، مرحلة عدم ممارسة أي وسيلة دعاية، أي إشهار، أي ترويج للمرشح، وبالتالي هو تحت طائلة القانون والعقوبات المنصوصة عليها في القانون المنظم للعملية الانتخابية. وبالتالي هذه فترة يعني الإنسان لأي مرشح لا يمكن له أن يتحدث، لن يروج. المرشحين والمرشح هم ممثليه، يعني إذا كان مدعوما من أحزاب أو هيئات أو أشخاص لا يمكن تعليق أي صور، لابد الحديث في القنوات التلفزيونية الوسائل المتعارف عليها. ربما المشرع ربما الأستاذ يصرف فيها الحديث الآن على وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا الآن لا يمكن التحكم فيها، يعني هل الترويج فيها القانون يعني لا يمكن التحكم فيها، وهذا شيء جديد لم نعهده سابقا إلا في الانتخابات باعتبار هذا الأسلوب الجديد، وهي وسائل الميديا الجديدة لا يمكن التحكم فيها. القانون ربما سكت عنها، لا أعرف بالضبط، لكن يبدو أنه سكت عنها لجد. نعم دكتور مهند، بالتالي فيما يخص هذه النقطة يعني هناك ثغرة قانونية فيما يخص المراقبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتواصل الحملة الانتخابية. في حقيقة الأمر هذه الثغرة قد تركها المشرع في قانون الصحافة الإلكترونية المكتوبة من خلال القانونين رقم 23-19 والقانون رقم 23-20، من خلال القراءة العابرة لأحكام المواد 75 إلى غاية أحكام المادة 79 الذي أكد فيه على وسائل الإعلام بكل صيغها خاصة السمع البصري والمكتوب والإلكترونية بأنه إذا كان هناك بعض التصرفات من خلال الولوج إلى التواصل منصات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بنقل هذه الأخبار عمدا وبصيغة ترويجية أو من شأنها إحداث البلبلة في أوساط الجمهور الانتخابي فتكون العقوبة هي غرامات مالية بالإضافة إلى سحب رخص الاعتماد بالإضافة للعقوبات الإدارية التي تسلطها وزارة الاتصال. نحن الآن في مرحلة غاية الأهمية، الآن السلطة الوطنية المستقلة تحرص على هذه العملية الانتخابية بالموازاة سلطة السمع البصري كذلك من خلال النظام الداخلي من أحكام المادة الثانية ومن بعدها، أين أعطى لرئيس السلطة كل الصلاحية وكل الحقية من أجل أن يبلغ ومن أجل يسلط العقوبات، بالإضافة كذلك إلى كل الفواعل السياسية والأحزاب والجمعيات من خلال هذه الفكرة عن طريق ولوج مواقع التواصل الاجتماعي، من خلالها يستطيع المجتمع المدني أن يحرك هذه الآلية، ولكن أين يحركها؟ ليس أمام السلطة المستقلة بل يحركها أمام سلطة ضبط السمع البصري، ومن واجب هذه السلطة أن تبلغ السلطة الوطنية المستقلة الانتخابات. أقول في لغة القانون الانتخابات أن المشرع كان جريئا وكان واضحا وكان يعني لديه جرأة قانونية لما أدرج وسن كل النصوص القانونية المتعلقة بالصمت الانتخابي، لأن الصمت الانتخابي يجب على الشعب الجزائري أن يعي مسألة في غاية الأهمية، وأن هذا الإجراء هو النظام العام. بمعنى ماذا؟ بمعنى الكل يلتزم بالقواعد العامة والمجردة التي هي في مضامين وروح قانون الانتخابات من خلال أحكام المادة 81 وبمفهوم المخالفة كاستثناء، لأن استثناء يؤكد القواعد العامة يلغيها، أن الذي يخرق أحكام القانون سواء ما تعلق بكل فواعل المجتمع المواطنين خاصة السادة المواطنين الذين يروجون من خلال صفحاتهم الفيسبوكية ومنصة التواصل الأخرى الاجتماعي حذار في حذار في حذار. لأنه لماذا حذاري؟ لأنه هذا الترويج وهذه كذلك الحملة الزائدة لم ينص عليها قانون، لأنه الجواب كان المشرع قد أجاب من خلال أحكام المادة 74 يقول كل المسائل التي تكون خارج فترة الحملة الانتخابية فهي أحكام غير شرعية ويعاقب عليها بالعقوبات الجزائية. لاحظ معي أن المشرع قد أحال من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات نظرا لخصوصيته ونظر لأهميته قد أحال مباشرة إلى قانون العقوبات فيما يتعلق بباب المتعلق، وبالتالي لا نقول ثغرة أو نقائص بل تداركها المشرع في قانوني الصحافة المكتوبة الإلكترونية من أجل الولوج أكثر لمنصات التواصل الاجتماعي. وبالتالي رسالتي نوجهها الآن للسياسيين، للإعلاميين، للمواطنين، للمترشحين،
الآن طريقة استعمال هذه الأخبار أو طريقة يمكن ربما بعض التصرفات التي تسيء حقا لقداسة الحملة الانتخابية، فهذه أمور غير قانونية، لدينا وصف جزائي، متابعات قضائية تصل إلى عقوبات الحبس بغرامة مالية، لدينا عقوبات إدارية، ولدينا كذلك ضوابط أخلاقية قبل أن تكون قانونية، فالكل يلتزم بالمعايير الأخلاقية حتى نصل حقيقة إلى التعبير عن المشهد السياسي الحقيقي ودمقرطة العملية السياسية في حد ذاتها. طيب لكن ما تفضل به الأستاذ هو يتكلم بلغة قانونية بحتة ووافقه يعني منص القانون التشريع، لكن احنا نتكلم بالنقاش والواقع، يعني أول تجربة أستاذ. الآن تتحدث عن القانون، كيف يمكن التحكم في إنسان موجود خارج الوطن وعنده حساب ويروج؟ لا توجد وسائل، هذه من ناحية. من ناحية ثانية الحسابات تعرف أن كل وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن تتبعها كلها، يعني بالصعب الوصول إلى أصحابها. إذا نحن عندما نتحدث نريد أن نستفيد من هذه التجربة، لا نريد فقط أن نتحدث بطريقة اسمح لي ميكانيكية أنه في قانون في عقوبات في تطبيق، هذا الأمر غير متاح. الآن نتحدث بلغة العصر، لغة العصر هي وسائل التواصل الاجتماعي موجودة كثيرة، هناك من يلتزم القانون أكيد، الصفحة الرسمية يعني غياب القانون التنظيمي عبر مواقع التواصل بمعنى الاجتماعي. العملية صعبة جدا، يعني ممكن داخل الوطن في حدود الوطن في حدود الحزب السياسية المرشحين ممكن أن تتابعوا مواطنين عندهم حسابات واضحة، هذا الكلام ينطبق ما تفضلت به، لكن الأمر الذي نتحدث عليه أن العملية يمكن أن تتواصل عن طريق حسابات وهمية، عن طريق حسابات خارج الوطن، نحن في العالم المفتوح، نظرية الإعلام اللي يدرسوها طلبة الإعلام أن العالم يتحول في يوم من الأيام إلى قرية، نحن نعيش هذا الموضوع، وبالتالي الحديث ليس بالمنطق القانوني البحت، وعليه أقول أن المنظومة القانونية لابد أن تراجع بهذا الشكل، لا يمكن لرفع دعوة أو لتحريك دعوة أو متابعة أمر بهذا الشكل، إذن هذا واقع موجود في لا يمكن أن لذلك فقط من أعطي الكلمة فقط لدكتور فارس هباش. نتحدث دائما مع مرحلة الصمت الانتخابي دخلتها الجزائر منذ اليوم الأربعاء وتدوم على مدى 3 أيام، نتحدث على أنه اليوم الكرة في ميدان ومرمى الناخبين من أجل نقول الفصل في مواقفهم أكثر. أكيد، ولكي نعطي بعض المقاربة الاقتصادية والتسويقية لهذه الفترة اللي هي فترة الصمت الانتخابي، لابد من الإشارة وتعريج إلى ما يعرف بالتسويق السياسي، لأنه التسويق السياسي كذلك هو أحد المقاربات التسويقية المهمة جدا، مثل التسويق للمنتج أو التسويق للمؤسسة. نفس الطرح هنا، السياسي خلال حملاته الانتخابية حاول أن يسوق لأفكاره، حاول أن يسوق لبرامجه، حاول أن يسوق لطموحاته، لمقارباته الاقتصادية والسياسية لرؤيته، وهذا من أجل ماذا؟ من أجل بناء صورة ذهنية متميزة لدى الناخب، وتلك الصورة الذهنية المتميزة لدى الناخب هي التي سوف تحرك الناخب بعد هذه الفترة بحلول الانتخابات وحلول يوم الاقتراع، وبالتالي فالمقاربة كذلك تسويقية بحتة، حتى أن هناك دراسات علمية ودراسات نفسية لكيفية استعمال المصطلحات واستعمال العبارات واستعمال الجمل من أجل أن تبقى تلك العبارات راسخة في ذهن المتلقي وراسخة في ذهن الفئة المستهدفة. وبالتالي أظن أنه كذلك كما أفاض وأسهب الزملاء بوجود الآن متغير جديد وهو مواقع التواصل الاجتماعي، هذه مواقع التواصل الاجتماعي حتى ولم تكن منشورات جديدة، فالمنشورات القديمة سوف يعاد كذلك نشرها ويعاد بثها وفق ما يعرف بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، ويعرف ما يعرف كذلك بتعلم الآلة أو المشين ليرنينج. هذه التوجهات الحديثة في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي سوف كذلك تعمل على تحريك هذه الحملات عبر الصفحات المختلفة للمترشحين أو من يدعمهم، وبالتالي فالمقاربة مهمة جدا. أظن أن كذلك المترشحين خلال حملاتهم الانتخابية ركزوا على هذه المصطلحات وركزوا على هذه المعاني وركزوا على هذه التوجهات الحديثة من أجل استمالة الناخبين ومن أجل التأثير على الناخبين ومن أجل بناء ما يعرف بالصورة الذهنية المتميزة.
أكيد. تفضل دكتور مولين قتال. نعود إلى ذات النقطة، يعني فيما يخص الإطار القانوني في تواصل الحملة الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثلا. اليوم أي مساند أو أي مترشح أو أي مواطن عادي يعني ينشر أشياء خاصة بالانتخابات أو يحاول التأثير على سير الصمت الانتخابي، لا يوجد قانون يلزمه بعدم النشر. لا يوجد قانون، ولكن توجد إجراءات قانونية صارمة وواجبة الاتباع. هذه الإجراءات تحركها من هي الجهة المسؤولة؟ الجهة المسؤولة هي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على أساس أن رئيس السلطة وقد أصاب إصابة بالغة لما أصدر بيانا قانونيا تنظيميا يشير فيه إلى أحكام والتذكير بأحكام المواد القانون الانتخابات، والتذكير كذلك بلغة واضحة وسلسة وهادئة مخاطبا كل فواعي المجتمع والسادة المترشحين على الخصوص. وبالتالي أعود بك إلى هذه النقطة الجوهرية في حد ذاتها وهي محل النقاش. هذه المواقع التواصل الاجتماعي يجب أن تتغذى، ويجب أن تتغذى من الناحية القانونية بإجراء نقترحه الآن بالإضافة إلى النصوص القانونية والتنظيمية. يجب على السلطة أن تتدارك هذه الثغرات الموجودة خاصة في بعض القوانين التي أحالت إحالة للوصف الجزائي، ولكن حان الوقت لاستحداث هيئة إدارية عليا لحماية البيانات الشخصية للجزائريات والجزائريين. وبالتالي هذه الآلية يجب أن تكون لديها ميكانيزمات إدارية وقضائية. كذلك الجهة التي تخطر، من هي الجهة المسؤولة؟ لا يقتصر فقط الأمر على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لأنه قانون الصحافة المكتوبة الإلكترونية والقانون العقوبات الجديد أين أضاف فيه المشرع بنودا جديدة تتماشى والسياسة العقابية في الجزائر، أدرج كل الأعمال المتعلقة بمحاولة عرقلة العمل الانتخابي أو المساس بها، لأنه ينطلق الدستور من قاعدة قوية جدا، وهي قاعدة تلبي مطالب الشعب الجزائري وقد تلبي كذلك بنود الإرادة القوية، من خلال أنه الديباجة الدستور قد أكدت على يجب على هذه المضامين القانونية ويجب على الدستور أن يتم بتوافق وأن يتم بناء على مطالب الشعب مباشرة، وهذا في حد ذاته كان مطلب شعبي وجسده الدستور لسنة 2020. وبالتالي الإجراءات الجهات الأخرى التي يجب أن تخطر من الإجراءات، توجد إجراءات عديدة، الأحزاب السياسية، توجد كذلك الجمعيات الوطنية والنقابات والتنظيمات الوطنية. لكن من الصعب جدا التحكم اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في مرحلة الصعب، وهو كذلك من الصعب، لكن أستاذة من الصعب، ولكن الدولة قد سخرت هذه المنظومة القانونية حتى نتفادى التقليد من هذه القانونية. من هكذا الإجراءات، هو النصوص القانونية موجودة، نعم هذا موجودة، ولكن من الناحية التفعيلية ومن الناحية التفعيلية لا توجد آليات. أعتقد من السلطة أنه ستصدر آليات عن طريق نصوص تنظيمية تشرح ما ورد في هذه القوانين، لا سيما أنه الإجابات كلها قد أجابت عليها السلطة الوطنية المستقلة. السلطة الوطنية من حقها أن تحرك هذه الآليات القضائية على مستوى كل ولاية إذا ثبت أن هناك بعض من المواطنين من يسيئون قداسة الحملة الانتخابية بالتصرفات التي لا تليق بمضمون الحملة الانتخابية، خاصة أن المادة 74 ديما نذكر على أساس أن المادة جاءت بصيغة الوجوبية، وكي نقول لك بصيغة الوجوبية بمعنى أن هذه المواد كلها من النظام العام. ما معنى النظام العام؟ فيه قواعد آمرة وفيه قواعد قانونية ملزمة تخاطب الجمهور يجب أن لا يخالفها لا المترشح أن يمثله أو المواطن، خاصة المواطنين الذين يجهلون أحكام القانون. ربما تجد مواطن في بعض المناطق أو في المناطق البعيدة تجده يعني يكتب ويعلق في صفحات التواصل الاجتماعي، لسيما أن هذه المنصة هي مراقبة من الجهات الأمنية، لسيما كذلك أننا اليوم في زمن العولمة وزمن التحرك يعني التقني وزمن كذلك الذكاء الاصطناعي، فيجب توخي الحذر والحيطة من خلال استغلال هذه المنصات لأغراض غير مشروعة، حتى أن القانون قد أدرج في يبقى الآن وعي لكن المواطن. لكن الأسلوب الأستاذ دائما هو يتحدث باعتباره أستاذ القانون، ومشكور على كل الإفادة اللي قدمها لنا. لكن يا أستاذ نحن لابد أن نتكيف مع لغة العصر، لغة العصر هي لغة الإعلام، لغة السرعة، حتى المنظومة القانونية لابد أن تتكيف. الآن نحن نعم عند سلطة وطنية للانتخابات تراقب وتتابع، سلطة وطنية للسمعي البصري وتدخل أكثر من مرة، نتابع ذلك دائما في الشأن السياسي والإعلامي، لكن هي ليست مواكبة للتطورات السريعة جدا جدا، وليس هذا الأمر متعلق بالجزائر فقط، كل العالم، لأنه سرعة تقدم الإعلام سرعة رهيبة، وسائل التواصل الاجتماعي سرعة رهيبة، بمعنى لا يمكن أن تراقب ملايين من الناس
عشرات الملايين، عشرات من الملايين تراقبهم، وكما تفضل الأستاذ هناك خوارزميات، هناك المادة المبثوثة موجودة، ربما هي قديمة ويعد بثها فقط حتى من الناحية القانونية، هو بثها يقول كذي قديمة، يقول كذي قديمة، إذن فيه تدق. إذن وعليه لابد من روح إبداعية ابتكارية لمعالجة الأمر، وليس بالمنطقة الجاف قوانين. نحن الآن لا يمكن تتبع أجهزة الأمن كل دقيقة، وإنما لابد من تسهيل عمل أجهزة الأمن والسلطات المخولة بالرقابة، تكون آليات وبالتالي تكون تسمح لتفسيرها، وذلك في اعتقادي بحرية التعبير أكثر، تعطينا فرصة للناس أكثر تعبر في مرحلة ما قبل الانتخابات، فيجد الناس أنفسهم في هذه المرحلة، وبالتالي لا يضطرون إلى هذه الأساليب، أساليب أنه في الحقيقة بقى 3 أيام، يعني نرجع الموضوع عن الأصلي وهو السلطة صمت الانتخاب، يعني مدة قليلة، وكل الانتخاب 3 أيام صحيح؟ 3 أيام 3 أيام يعني كل انتخابات بسيطة، يعني كما نقولوا لما كما يقول مثل الجزائري ما يشبعش من القصعة ما يشبعش من الحصى، ولكن يعني المرشح هذا اللي ما نجحش فيه 3 أسابيع هو يجول بالجزائر 3 أيام راح تتغير له المسار. نعم، إذا هي مرحلة اللي أرادها المشرع، لكن هناك ضوابط في صمت الانتخاب يجب الالتزام بها، أراد المشرع لتنظيم العملية الإدارية أكثر، تخفيف حدة التنافس، لأنه طبعا الحملة الانتخابية يرتفع فيها التنافس، فيها مشاحنات، وهذا طبيعي جدا في الانتخابات، رغم أن هذه الانتخابات أكثر هدوءا وفيها مستوى من الاحترام المتبادل للمترشحين، لكن عادة نعرف الانتخابات مثلا في الجزائر انتخابات التشريعية والبلدية والمحلية حادة جدا، لأنه فيها تنافس على مواقع أكثر من طرف، وبالتالي لهذا جاء المشرع ليخفف من هذه الحدة ويضع مرحلة هدوء واستقرار قبل الذهاب إلى الاقتراع. إذن لابد من مواكبة ذلك، يعني مواكبة ذلك وفتح هذا النقاش، حتى احنا دورنا كنخب أنه ندفع للصانع القرار القانوني إلى ذلك، ليعيد التعامل مع وسائل الإعلام، يعيد التعامل مع السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي كل بشكل وبروح ديمقراطية وبروح جديدة، لا بروح قانونية جافة رغم أهمية طيب القانون. نستمع أيضا لوجهة نظر دكتور فارس هباش فيما يخص هذه النقطة، أنه هناك قوانين لكن خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي لا يوجد قوانين تنظيمية أو فيها آليات من أجل تسييدها أو فيما يخص الالتزام وعدم الالتزام بها. أكيد، وكما أسهب الدكتور طبعا فيما يخص القوانين فهي موجودة ومحددة ومضبوطة، والمشرع جاء بحزمة هذه القوانين، ولكن في نفس الوقت كما أشار الدكتور دريس أنه يجب مواكبة العصر فيما يخص المجتمع الرقمي، فيما يخص المواطن الرقمي، لأنه المفاهيم أخذت منعرج وتحول كبير جدا في إطار ما يعرف بالعولمة الرقمية، في إطار ما يعرف بالمجتمع الرقمي، وبالتالي هنا على الأقل يجب لما نتحدث عن الحملة الانتخابية أو الصمت الانتخابي المنع يكون ربما خاص بالحسابات الرسمية للمترشحين والحسابات الرسمية لإدارة حملات المترشحين، أما المواطن في الآن أو ربما الحديث المواطن في الشارع أو في المقهى أو في أي في المكتب نفسه الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه أصبح عالم افتراضي، وبالتالي كما قال الأستاذ من المستحيل أن ربما أن نتابع ملايين الحسابات أكيد. وهذا أمر كما نقول مستحيل جدا، وبالتالي يجب أن تتكيف منظومة القوانين مع حالة المجتمع وتطور المجتمع الذي نعيشه اليوم في ظل تواصل مواقع التواصل الاجتماعي. لكن أستاذة في السلطة القضائية أنها لديها سلطة الملائمة، السلطة التقديرية، وهذا ما هو معهود للسلطة القضائية المستقلة وتمارس مهام في إطار القانون. الآن لما تكيف هذه الوقائع القضية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال هذه التصرفات الغير أخلاقية والغير قانونية، سيجد نفسه هذا المواطن متابع أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا بتهمة التطاول على إجراءات صمت الانتخابي وفقا لأحكام المادة 73 81 74 من قانون الانتخابات. فالقاضي الفاصل في الموضوع سيتم تطبيق العقوبة من خلال ماذا؟ من خلال الاستناد إلى أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات مباشرة، ولا يهمه التفاصيل الأخرى وسائل التواصل الاجتماعي، المهم أن هناك مخالفة وتعد صارخ على إجراءات الصمت الانتخابي، وبالتالي هذا هو يعني المعمول به في إطار روح القانون. طيب، كما سبق وذكرنا في البداية أيضا الجالية تواصل عملية التصويت لليوم 3 على التوالي، الجالية الجزائرية متواجدة في الخارج. ربما نعرج إلى أهم التصريحات التي رصدها موفد قناة الجزائر الدولية لمختلف دول العالم، نستمع.
أتيت إلى هنا حتى أنتخب وأعتبر الانتخاب واجباً وطنياً حتى وإن كنت خارج الجزائر. الانتخاب مهم جداً حتى نستطيع اختيار من نراه مناسباً لرئاسة البلاد. جيت نبوتي على الجزائر. 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 علانها عالي. الجزائر. ملي بدأت الثورة أنا فيها. اللي بداو الشبان انا فيهم مازال راني فيها الحمد لله. الجزائر علامها عالي وكلامها عالي. اذا استمعنا الى بعض تصريحات الجاليه المتواجده في الخارج التي تواصل اليوم الثالث على التوالي اداء الحق الانتخابي في الخارج. استمعنا الى كلمات يعني معبره من طرف يعني الجاليه. تفضل دكتور ادريس ربوح. وانا تصريحين جميلين من شابه جزائريه ومن عجوز جزائريه من جيلين مختلفين تماما. نعم. يعني ورسالتين مضمون رسالتين انه جئنا نريد ان نختار من يحكم الجزائر من يراس الجزائر وهذا مهم جدا وهو رساله للشباب. لابد الشباب ان لا يتخلف عن اختيار من يحكم الجزائر ان لا يكونوا على هامش الاختيار ان لا يدخلوا في الياس لانه الفعل الانتخابي والذهاب للانتخابات هو سلوك يبني الجزائر ويبني الشرعيه الشعبيه يبني رئيس ياتينا برئيس منتخب وهو بدايه الطريق كما قلنا في مرات سابقة عندما تنتخب رئيس بطريقة شرعية وتدلي بصوتك فأنت الآن تأتي تجد تضع نفسك في المرحلة الثانية وهي المطالبة بالحقوق والواجبات الواجب أن يقوم بها الرئيس المنتخب. التصريح الثاني للسيدة الطاعنة في السن لكنها أصرت عن أن تكون في مكتب الانتخاب ونحيي دائما أبائنا حرصهم على الذهاب الانتخابات. دائما نحن نجد في العمل الانتخابية يعني التجارب الانتخابية دائما الشيوخ هم أكثر انضباطا لارتباطهم ببناء الدولة الجزائرية مراحل كثيرة فكانوا حريصين وقد أشرت على ذلك بأن منذ الثورة الجزائرية. نعم. إذن هذا حرصهم على الشباب كذلك أن الدولة الجزائرية لا يمكن بناؤها لا يمكن تجديد مسؤوليها لا يمكن الذهاب بها بعيدا إلا بالفعل الانتخابي السلمي. الفعل الانتخابي هو وسيلتنا الوحيدة كما في الديمقراطيات التي سبقتنا وبإمكاننا بناء. طيب سنوصل هذه النقطة دكتور إدريس ربوح. نتوقف مشاهدين عند فاصل إشعاري ولن نعود. عودة لكم مشاهدينا من جديد رفقة ضيوف عدد اليوم من برنامج الجزائر تنتخب. تطرقنا قبل الفاصل لدور الجالية اليوم التي تواصل عملية التصويت اليوم الثالث على التوالي. استمعنا إلى يعني كما قال جيلين مختلفين يعني من الشباب وأيضا من عجوز حتى يعني فيما يخص كلامها قالت جئت للتصويت من أجل الجزائر. نعم وهذا هو ربما دندن الجالية الجزائرية منذ سنوات ومنذ حقب دائما الجالية الجزائرية ذلك الكيان الذي لا يتجزأ من الكيان الوطن الأم شاركت انتصارات الجزائر الثقافية الرياضية الاقتصادية السياسية كانت دائما تحمل وتتوشح العلم الجزائري وتشارك في هكذا مناسبات بكل قوة معبرة عن انتمائها القوي لهذا الوطن ومعبرة كذلك عن استعدادها لمشاركة هذا الوطن في مشاريعه التنموية وفي مشاريعه التطورية وأن تكون جزءا مساهما في هذا النموذج. وبالتالي الجارية دائما تعطي رسائل قوية للداخل وكذلك تعطي رسائل قوية للخارج أن الجزائري أينما كان أينما حل وأينما ارتحل هو جزء وكيان لا يتجزأ من مقومات هذه الأمة. أظن أن ما لاحظناه من صور مبشرة لنسبة المشاركة للجالية الجزائرية في الأيام الأولى ربما تحفز للمشاركة بنسب قوية وتاريخية وغير مسبوقة بالنسبة للداخل. أظن أن هذا المسار سوف ربما يمهد وكذلك يجسد هذا ربما اللحمة والتآزر والتكاتف القوي جدا بين كل المواطنين في كل بقاع العالم سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارج.
طيب نتحدث دائما، نبقى مع الدور الجلي، يعني من خلال مشاركة تمثل شكل من أشكال المواطنة وأيضا ترسم صورة يعني تحفيزية للداخل هنا في الجزائر من أجل ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق المهم. وهو كذلك أستاذ زهور، الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بالرغم أن الدولة الجزائرية قد سخرت لها كل الإمكانيات حتى تمارس عملها السياسي والديمقراطي في وعاء شفاف وأمن قانوني وفي ديمقراطية حرة ونزيهة تحقيقا لمبدأ هام من المبادئ العامة للقانون، وهو مبدأ الشرعية القانونية والمبدأ المشروعية على حد سواء. الجالية اليوم الوطنية بالخارج من خلال هذه الانتخابات ستساهم فيما يلي: ستساهم في الظروف الإقليمية والدولية في سياق على نهج مستقيم وخطى ثابتة من أجل رفع التحدي بما فيها التحديات التي تمر بها البلاد. ستساهم كذلك في عودة الدبلوماسية وتحسين صورة الجزائر من حيث السياسة الخارجية. الآن الجالية هي تحث الشارع الجزائري بضرورة الولوج إلى صناديق الاقتراع يومها 7 سبتمبر إن شاء الله. الجالية الوطنية بالخارج الآن هي الحلقة الفريدة من نوعها من خلال ومرتبطة مباشرة بالدبلوماسية الناعمة، مرتبطة بقراءة سوسيولوجية في السياسة الخارجية التي أعادت بقوة من خلال هذه السنوات التي تسير نحو خطى ثابتة والتي تواصل مسار الإصلاحات. اليوم الجالية الوطنية بالخارج قد عاونت السلطة وقد ساعدت السلطة في رسم اللبنات الأساسية والمحطات الأساسية الأخرى ما بعد الإصلاحات. اليوم الشعب الجزائري يعي مسألة في غاية الأهمية وهي ضرورة مسار مواصلة الإصلاحات. الآن الجالية الوطنية بالخارج من خلال هذه الاقتراع، من خلال المشاركة القوية التي لاحظناها في مصر وقطر وهولندا والنرويج وباريس إلى غير ذلك، ستساهم في رفع راية الجزائر وتعطي رسالة لكل أنحاء العالم بأن الشعب الجزائري واحد وأن السلام التراب الوطني واحدة وأن الجزائر لا تتجزأ. وبالتالي هذه الدلالات هي دلالات قوية تعبر عن الإرادة الشعبوية القوية وتساهم في التعبئة الحقيقية الجماهيرية. إذا كانت اليوم الجالية الوطنية بالخارج قد ساهمت من خلال اليوم الأول ومن خلال تواصل هذه الأيام إلى غاية ربما 7 سبتمبر إن شاء الله، هذه الجالية ستساهم في تحقيق رهانات كبيرة وستساهم في قفزة نوعية من خلال رفع نسبة المشاركة، ليس فقط من أجل الفرسان الثلاثة ومن أجل الأشخاص بل من أجل الجزائر. وصدقت كما قالت العجوز الطاعنة في السن: من أجل الجزائر. نعم. فلنا بلد يحمينا، فلا بد أن نصوت من أجل هذا البلد الذي ضحى من أجله الشهداء. طيب دكتور إدريس ربوح، نتحدث دائما على الجالية ودورها في هذا الاستحقاق المهم من خلال المشاركة المعتبرة في مختلف الدول والعواصم المتواجد فيها الجالية الجزائرية، خاصة بما يخص النسبة والكثافة، كل من فرنسا، باريس، مارسيليا، كندا إلى غير ذلك. هذا ما يجسد يعني ويعطي صورة للانتماء، ورغم البعد الجغرافي وأيضا عندهم فرصة أكثر يعني خلال 6 أيام، يعني منذ 2 سبتمبر عملية التصويت لا تزال متواصلة إلى غاية 7 سبتمبر. نعم، هو فرصة أكبر، لكن نعرف أنه فرصة عمل، يعني الناس تشتغل. نعم. يعني كل دول هاجروا فيها الجزائرية دول دائما أؤكد دول رأسمالية، هذا منطق قاسي جدا في العيش فيه، لكن حرصهم على الحضور، يعني ما فيش جو، يعني رغم انشغالاتهم أصروا كثيرة، وبالتالي أصروا. المشرع الجزائري عندما وضع ذلك وضع الأيام ليعطيهم لهم الفرصة وبالتمشي العملية، لأنه المدن متباعدة، هو لا يصوت في حيه. نعم. في المدرسة اللي بجنبه هو ربما يسافر إلى مدن، يعني مدن نتكلم عن فرنسا ربما فيه 20 وثيقة دبلوماسية وقنصلية. نعم. يعني عدد ضخم، يعني أكبر دولة عندنا فيها وثيقات ومراكز دبلوماسية وقنصلية، لكن برغم ذلك تعتبر عملية صعبة لأنه الناس تتحرك. هذا يدل على إصرارهم وحبهم لوطنهم، يبذلوا في جهد أنه يعبروا على قناعتهم. الجالية الآن لم تتخلف يوما ما، دائما نقول هذا الكلام منذ الانتخابات، خاصة في المحطات المفصلية للجزائر، والآن موضوعنا هو الانتخابات الرئاسية، دائما انتخابات 95 وطوابير الجزائريين الذين خرجوا بقوة عندما كانت الدول الجزائرية محتاجة إلى شرعية والانتقال من مرحلة صعبة إلى مرحلة أكثر دستورية، وتم انتقال من منصب رئيس الدولة إلى منصب رئيس الجمهورية
كنا نعيش وضع استثنائي صعب، لكن الحمد لله بفضل الجزائريين ككل والجالية التي أرسلت رسالة في الساعات الأولى والأيام الأولى بالجزائريين لابد أن ننجب أو ننجب جزائر جديدة، هاتي جزائر جديدة عبر انتخاب رئيس الجمهور. دائما هذه الانتخابات لها حساسية رئاسة الجمهورية باعتبار نظامنا السياسي والدستوري مركز الصلاحيات عند رئيس الجمهورية. إذن انتخاب رئيس الجمهورية مهم جدا للغاية، لأنه يعطي الرسائل لرئيس الجمهورية والذي له الصلاحيات الواسعة، هو الذي يتبنى قضايا الجالية أكثر، وشفنا ذلك في حرص الدولة على استحداث مناصب في هذا الشأن. إذن الجالية الجزائرية ترسل رسالة للتكفل بها أكثر، فقط هي علاقة شراكة، علاقة تعاقد. نعم أنا أذهب للانتخاب لكن أريد المقابل أكيد. المقابل، وهذا هو الذي لابد أن نتعود عليه يكون بين الشعب وبين حكامه، هو تعاقد وليس فقط، هو تعاقد يتم عن طريق هذه العملية الانتخابية. وأيضا انطلقت أيضا عملية التصويت للبدو والرحل في المناطق النائية وفي الجنوب الجزائري من خلال مكاتب التصويت المتنقلة، ربما نشاهد بعض الصور. إذن انطلقت أيضا اليوم فيما يخص المكاتب المتنقلة للتصويت للبدو والرحل في كما نشاهد في هذه الصور، يعني فيه يعني اهتمام وتسهيلات أيضا من أجل منحهم هذا الحق الانتخابي أيضا. تفضل الدكتور هباش. أكيد لما نتكلم عن بدء عملية التصويت لدى البدو الرحل والتي سوف تمتد على مدار 4 أيام، أي ابتداء من اليوم إلى غاية يوم 7 من شهر سبتمبر، الجزائر بسم الله ما شاء الله هي قارة مترامية الأطراف، مساحة شاسعة تقارب 3 مليون كيلومتر، خاصة في أماكن الصحراء والأماكن أن يعيش البدو الرحل في أماكن جد معزولة وجد متباعدة تبعد لمئات الكيلومترات، وبالتالي هناك كذلك مجهود كبير جدا تقوم به السلطات المختصة من أجل الوصول إلى هذه كذلك الفئة التي لها الحق في الانتخاب والتي لها الحق في الاقتراع والتي لها الحق في المساهمة في هذا العرس الديمقراطي واختيار المترشح الذي سوف يقود البلاد للعهدة القادمة. وبالتالي أظن أن هذا كذلك هو التجسيد لكيان هذه الأمة ولكيان هذا الوطن، أنه الكل يشارك في العملية الانتخابية أينما كان، سواء كان في الأماكن داخل الوطن المعزولة والمترامية الأطراف أو كان خارج الوطن. وبالتالي 24,865,000 مترشح ناخب عفوا كلهم سوف يشاركون في العملية الاقتراعية ليكون الرئيس المنتخب ورئيس ذو الشرعية، وكان كذلك تكون هذه الانتخابات تعطي السلطة والقيادة التامة لهذا الرئيس المنتخب. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون هناك نموذج تنموي قادر على احتضان كل أبناء هذا الوطن الواحد. طيب دكتور منير قتال، كما شاهدنا من خلال هذه الصور التي يعني ترسم روح للانتماء للوطن، يعني كما سبق وان ذكر ايضا الدكتور هباش انه وحتى في جسدتها الصور انه حتى في المناطق النائيه في الصحراء يعني تحت الخيام المواطن ابى الا ان يقوم بهذا الحق الانتخابي. المنظومة القانونية الجزائرية وازنت بين كل شرائح المجتمع في حقها في الاقتراع بقوة، ولا سيما المكاتب المتنقلة فيما يتعلق بالبدو للرحل في المناطق النائية. نحن نذكر فقط السادة الجمهور بأن الدولة قد اهتمت كثيرا بمناطق الظل، وقد تمكنت الدولة من تقريب مبدأ مهم هو مبدأ الشرعية إلى المواطن مباشرة. في الأنظمة السابقة كانت الحلقة مفقودة تماما وغائبة بين الحاكم والمحكوم، الآن هم البدو الرحل هم مواطنون جزائريون، هم لديهم فرصة أكثر للتعبير ولتعزيز الأمن الدستوري والأمن المؤسساتي، وسيتركون بصمة، وهذه البصمة هي تضفي الشرعية على مؤسسات الدولة على الانتخابات بصفة خاصة، خاصة وهم متواجدون أيضا في المناطق الحدودية أكيد. وهم يعني يعلمون بما يجري في الدول الحدودية، يعني هو أكيد المناطق الظل كذلك هي تساهم في رفع التحدي مجددا داخل الوطن، إيمانا بهذا الواجب المقدس والواجب الأخلاقي، إيمانا كذلك في إضفاء وتعزيز الشرعية أكثر، وكذلك في التوطيد وترقية الحس المدني، ترقية الحس المدني والحس المواطنتي بصفة خاصة. وبالتالي المكاتب المتنقل الإجراءات التي قامت بها الدولة من تكاليف ونقل ومصاريف إيمانا منها بأن تقرب هذا المبدأ أكثر،
حتى يجسد فكرة المواطنة، حتى يجسد فكرة تقريب الإدارة إلى المواطن، حتى لا يتكبد هذا المواطن الذي يسكن في مناطق الظل بعيدة بعيدة جدا من عناء السفر ويؤدي واجب الانتخاب. الدولة سهلت كل الأمور، الإجراءات القانونية الإدارية التنظيمية، حتى يؤدي هذا المواطن في منطقة الظل أو في مناطق الظل، يعني يدلي بصوته بكل أريحية، وهذا هو الرهان الآن. مناطق الظل عبر المكاتب المتنقلة يكون هناك أيضا تكافؤ عبر مختلف ربوع الوطن، أكيد تكون تكافؤ عبر، لذلك قلت قبل قليل وازن المشرع في المنظومة القانونية بين كل شرائح المجتمع، لأن المشرع لديه نظرة ثاقبة، رؤية حادة، رؤية حادة لماذا؟ من أجل خدمة هذا البلد وتطويره. اليوم هذه البدو الرحل والمكاتب المتنقلة في إطار مناطق الظل المتواصلة التي بدأت يعني بالأمس هي تكلل جهودها من أجل رفع الراية. الآن الشعب الجزائري كله يجب أن يتجند من أجل رفع التحديات مجددا، لأنه اليوم يجب على الكل يدرك يجب ما بعد الإصلاحات. الإصلاحات في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي أمر متفق عليه، هذه ثوابت الإصلاحات أمر نتفق عليه، ولكن المرحلة التي هي المرحلة هامة، مرحلة مهمة جدا لكل الشعب الجزائري خدمة للبلاد والعباد، هي مرحلة مواكبة ما بعد الإصلاحات. لذلك أتت فكرة رفع التحديات من خلال الانتخاب، لأن الانتخاب هي المحطة المفصلية والمحورية الجوهرية من أجل أن ننفض غبار النوم والغفلة عن هذا البلد. طيب دكتور إدريس ربوح، نبقى دائما مع هذا النقطة فيما يخص تصويت البدو والرحل للرئاسيات 7 سبتمبر بداية من اليوم إلى غاية يوم السبت 7 سبتمبر. كما شاهدنا من خلال الصور هناك تسهيلات وتنقل إلى عمق الصحراء من أجل أداء هذا الحق الانتخابي للبدو والرحل، خاصة يعني كما سبق وذكرنا متواجدون في مناطق نائية، في مناطق حدودية، يدركون أهمية يعني هذا الرهانات والتحديات المقبلة للجزائر. اولا نحن الانتخابات لا تنظم في بلد بسيط في قاره، يعني الناس لازم يذكروا دائما الجزائر قاره يا جماعه، والطائره عندما تطلق الجزائر العاصمه نحو عين قزام ربما تصل لاسطنبول ولا تصل الى عين قزام، والحمد لله على شساعه هذا وعلى هذا المكسب لابد ان نحافظ عليه وندافع عنه. بالتالي العمليه ليست بالامر البسيط. من ايجابيات التقسيم الاداري وانا اتابع يعني الصور اللي جاتنا في التقرير، صور ذكر المغير جامعه الى غير ذلك، هي ولاية الواد كانت ولاية كبيرة تم تقسيمها، خرجت ولاية المغير، ولاية ورقلة خرجوا منها ولاية تكرت، ولاية بسكرة خرجت منها ولاية جلال، هذا في الجنوب في الجنوب الشرقي يعني بداية الصحراء. بمعنى تقريب المواطن شوف هذا الاجتماع، يعني الصور تدل ان اجتماع ممثلي او المشرفين على العمليه تدل بان تقريب المواطن مهم جدا، تقريب الاداره مهم جدا، من بين مكاسبه وفائدته هو تقريب الناخب الى صندوق الانتخاب. وبالتالي حتى الاداره تكون مثلا كذا عند نتحدث كان ولايه الواد تشرف على المتنقلين عندها القبائل الرحل البدو الرحل الذين ينتقلون، لكن الان تقسمت ولايه المغير الى ولايه الواد، نفس الشيء تقول نفس الشيء المنيعة، تيميمون وغيرها من الولايات الجديدة، وانا امل ان تتواصل العملية بهذا الشكل. اذا العملية ليست بالبسيطة، صحراؤنا كبيرة، المناطق وليس الصحراء فقط، هناك مناطق في الهضاب العليا، محاذاة الهضاب العليا كذلك فيها شاسعة ولايات كبرى. الان مع استحداث ولايات جديدة مع تقريب الإدارة العملية اصبحت اكثر قرب، بمعنى نزلنا هذا الحق الى اكثر الى الواقع، استطاع المواطن ان يصل اكثر. الإدارة عندنا كثفنا الإداريين الذين يشرفون على هذه العملية، وبالتالي قربنا صندوق الانتخاب للمواطن. إذا هذا الجهد لابد أن يتواصل بصفة دورية. الآن لابد أن نحسن انتخاباتنا من انتخاب إلى انتخاب، يكون المواطن قريب من هذا صندوق الانتخاب وفي كل الأحوال. إذا يبدو لي أن نحن في الطريق الصحيح، صحيح لمشاركة أكبر عدد ممكن من الجزائريين، إحصاء أكبر عدد من الجزائريين، تسجيل أكبر عدد من الجزائريين. أنا دائما أقول بأن الملايين الجزائريين فقط 800,000 نرجع الجارية هو عدد قليل مع الجزائريين الذين لابد. اليوم راسلتني من اسطنبول جزائري عضو معنا في جمعية الجزائريين الدولية، قالت لي أنها راحت لم تجد اسمها وعندها حتى الجنسية التركية وجدت نفسها. هناك مشكلة، المواطن يتحمل جزء من المسؤولية والإدارة تتحمل جزء من المسؤولية حتى نكون موضوعيين، لكن في نهاية المطاف لابد أن نبذل جهد استثنائي أكيد في تسجيل المواطنين، لأنه هذا مكسب ديمقراطي. لابد أن ثقافة المواطنة، هذه ثقافة التسجيل في القائمة الانتخابية، لابد أن المشرع يخفف قدر الإمكان
عملية التسجيل، سواء بالنسبة للجالية في التسجيل القنصلي، وهي عملية أوتوماتيكية، بمجرد أن تسجل قنصليا فأنت تسجل القائمة الانتخابية. لابد الإجراءات تكون بسيطة، المشرع لابد أن يسهل هذا الأمر بشكل كبير. كذلك داخل الوطن لابد أن نسرع العملية، ولما لا تكون أكثر من مرة المراجعة الاستثنائية. إحنا عندنا في أكتوبر أظن في نهاية السنة المراجعة الدورية كل سنة، لكن عندنا مراجعة استثنائية بقدوم أي انتخابات. لابد المشرع كذلك أن يبتكر لنا ويسهل لنا هذا العملية. إذا نحن نستفيد من هذا المحطات اللي نناقش بهذا الشكل، خاصة مع انشغالات متزايدة للمواطنين. نعم. سواء في الداخل أو في الخارج. بالضبط، وإحنا مع مرحلة دائما نرجع للتطور الكبير. نعم. في الإعلام، الرقمة اللي تحدث في الجزائر لابد أن تصل إلى مستويات، حتى عملية التسجيل في الهيئة الانتخابية لابد يصل هذا إلى أعلى مستويات الرقمة. إذا نعم، عندما نؤكد على هذا المعنى 24 مليون من 50 مليون جزائري، أعتقد أن ما زال جزائريين لابد أن يسهل. إذن المكاسب جيدة، نعم، تطور نعم، لكن أمامنا جهود كبيرة. أكيد. من طرف الإدارة الجزائرية، من طرف المشرع الجزائري، من طرف المواطنين، من طرف الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، الجميع لابد أن يتدخل لنبني ديمقراطيتنا بشكل أفضل وبشكل أعمق. أكيد، وخاصة أيضا من خلال هذه الصور لسير العملية الانتخابية للبدو والرحل، اللفت للنظر هو التوثيق للشفافية، يا صناديق شفافة، وأيضا يعني وقفنا حتى عملية تشميع للصناديق. أكيد، وأظن أن التجربة هي الثانية من نوعها لإشراف اللجنة المستقلة على الانتخابات، وبالتالي الإشراف على الانتخابات الآن مستقل تماما عن وزارة الداخلية، والعملية تتم بكل شفافية. لم نسجل أي اختلالات، لم نسجل أي شكاوي، دائما العملية تكتنفها وضوح تام، تكتنفها شفافية تامة. وهذا ربما من مكاسب الحراك المبارك الذي أرسى هذه الشفافية وأرسى استقلالية الانتخابات ونزاهة الانتخابات، والذي ربما مهد لأن يكون صوت الشعب هو صوت حر، هو صوت نزيه، هو صوت يذهب إلى من يستحقه. وبالتالي أظن أنك هذه من المكاسب الكبيرة جدا التي اكتسبتها الجزائر في كنف ربما التطورات التي نعيشها اليوم في المجتمع اليوم. أظن أنه كذلك ما لاحظناه حتى في الحملة الانتخابية أستاذ زهور، لم نسجل أي شكوى. لماذا؟ لأنه هناك احترام صارم للمواثيق وللقوانين التي تحكم الحملة الانتخابية، والتي تحكم حقوق وواجبات كل مترشح، وهذا ما سوف ينعكس أكيد على الانتخابات والعملية الانتخابية يوم 7 سبتمبر. أظن هذه كذلك نقطة إيجابية تحسب للجزائر وتحسب للمسار الديمقراطي للجزائر، وتحسب كذلك من بين إيجابيات ومحاسن الحراك المبارك. أكيد، يعني قبل الختام نتحدث حول دائما اليوم نتحدث حول الناخب الجزائري سواء في الداخل أو الخارج، والرهان هو ضرورة أو مدى اقتناع الناخب اليوم بضرورة هذه المشاركة في العملية الانتخابية وأيضا الثبات عليها. لما نتحدث على الجالية نتحدث على يعني الجيل الصاعد من الأطفال، خاصة الذين ولدوا في الخارج من عائلات جزائرية، يجب أن يحافظوا على هذا النشأ وعلى هذا المسار، بضرورة تعرفهم بتاريخ الجزائر، بضرورة المشاركة في مثل هذه الرهانات. نعم، دور المجتمع المدني وجمعية الجزائريين في العالم يقوم بهذا الدور، والعملية تراكمية، بمجرد أن أنت تعمل لنا أنشطة وفي كل المناسبات الوطنية والدينية وتتحرص عليها، فأنت تربطه بالوطن. هو شو هو نوفمبر، شو 5 جويلية، شو هو رمضان، وشو عيد الأضحى، وشو عيد بمعنى أن تربطه بهويته الجزائرية، هويته الجزائرية، هذه الهوية، وبالتالي ارتبط أكثر من الجزائر، فيبدأ يبحث. خاصة دائما نرجع أن هناك تطور، أبنائنا يعيشوا في أجواء من الحرية، في أجواء من متابعة الألعاب، فيريدون أن يعرفوا بلدهم. والآن هم مبهرين، يعني الآن ينبهروا بالجزائر. الآن الذي كان البعض يتصور الجزائر صحراء، الجزائر يتصور كلها صحراء، لكن الآن بوسائل التواصل الاجتماعي الحمد لله بدأوا يتعرفون على بلدهم، يتعرفون على التجارب، ولما يرون بأن هناك إنجازات هناك على المستوى اسم الجزائر عاد حاضر. إذن هناك عودة إلى لننتقل بهم من هذه المرحلة إلى مرحلة الفعل السياسي، إلى فعل إلى الانخراط في الشأن السياسي. هذا يحتاج منا إلى جهود أكبر، يحتاج منا إلى إعادة
تنظيم انفسنا على مستوى المجتمع المدني، على مستوى الاحزاب السياسيه التي المناضلين متواجدين في الخارج، لابد لهم دور فعال. انا ربما لم نلاحظ كثير في هذه الحمله الاحزاب السياسيه الناشطه بشكل جيد، تنظم التجمعات بالشكل المأمول، وهو دورها، دورها لابد ان تقوم بادوار في المرحله الانتخابيه. وكذلك نتحدث نحن نحمل المجتمع والشعب كما نحمل الاداره والجهات الرسميه المسؤوليه، لانه عمليه تكامليه، لا يمكن ان نحمل طرف دون طرف. اذا الشباب الجزائري، المجتمع المدني الجزائري في الخارج، جمعيه الجزائريين عبر العالم تقوم بهذا الدور لربط الجزائريين ببلدهم. هم حريصين على هذا الانتماء، حريصين لانه لما يرى هذه الثوره، يرى هذا التاريخ الشريف والتاريخ العظيم والمجيد للجزائر، فهو يعتز بالجزائريين. عندما يرى هناك فعل ديمقراطي، خاصه قلت معظم الجزائريين موجودين في دول ديمقراطيه، ديمقراطيه الدول الغرب بصفه عامه، ودول ديمقراطيه، وبالتالي يعيشون اجواء الانتخابات، يريدون ان يروا أن ذاك التنوع، ذاك الاعلام المفتوح، ذاك النقاش المفتوح الذي يرونه في بلاتو هذه الدول، فيريدون الحمد لله جزء منه. لا احنا الان نعمل، لكن لابد ان يكون بشكل اكبر. ولما لا الان فقط، لما لا هذا البلاتو تاع الجزائر الدوليه تحول الى البلاتو، ربما لا ارى الاقسام الدوليه الاخرى باللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه واللغه الاسبانيه، لابد ان يكون نقاش ونستقدم ابنائنا اذا ناقشوا في الامر، نشركهم في نستقدم كل فئات في الفئات لابد. اذا احنا نريد ان نبني على هذه الانتخابات، وبالتالي نشرك ابنائنا، لابد ان يتحدثوا. الان تحدثت الشاب باللغه الفرنسيه، طبيعي جدا لانه مواليد فرنسا، لكن العجوز الطائر في السن تحدث بالدارجه الجزائريه، لا هي تعبرت باللغه التي تعرفها والتي نشات بها، وبالتالي لابد لها من الخطاب لفرنسا والدول الناطقه بالاسبانيه. طيب. والدول الناطقه وغيرها من الدول اللغات وخاصه اللغه الانجليزيه. اذا الحديث وايصال الرساله الاعلاميه، رساله الجود، لابد ان تكون بالوسائل نحو الجاريه، لا تكون بالوسائل المكافئه. طيب في كلمه ختاميه، يعني حتى نقول تشجيع المواطنين على المشاركه السياسيه في ظل هذه الانتخابات، وايضا الرهانات الجزائر مستقبلا. الجزائر قوية وأمنة وشامخة، وبهذه الانتخابات تكتمل بها قوة الشعب الجزائري الحر في الداخل وفي الخارج، وهذه الانتخابات تعبر عن حقيقة الإرادة الشعبية القوية الذين سيرفعون التحديات الإقليمية والدولية والتحدي الاقتصادي للتكيف في مسار ما بعد الإصلاحات في الجزائر. طيب دكتور فارس هباش، لكي نختم، من خلال الانتخابات يتم تشجيع المواطنين على المشاركة السياسية، وخاصة تحفيزهم على البقاء كما سبق وذكر دكتور منير قتال، ما بعد هذه الانتخابات؟ أستاذ زور، أنا قلتها من قبل وأعيدها، الشعب الجزائري شعب ذكي، شعب واعي، يعي قيمة التحديات والرهانات سواء الوطنية الاقتصادية السياسية أو الإقليمية أو الدولية، وبالتالي أظن أنه قيمة هذه الرهانات وقيمة هذه التحولات وقيمة هذه التطورات الجيوسياسية والاقتصادية، أظن أن هذا ما سوف يدفع الشعب الجزائري للخروج بقوة يوم 7 من شهر سبتمبر والمشاركة بنسبة قياسية. شكرا جزيلا لكم كل من دكتور منير قتال، دكتور إدريس ربوح، وأيضا دكتور فارس هباش، مشاركتكم لهذا العدد من برنامج جزائر تنتخب. إلى هنا نصل مشاهدينا لختام عدد اليوم من برنامج جزائر تنتخب، نلتقي غدا بحول الله.